السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومفيد لكل واحد معاه من 50 إلى 100 ألف جنيه مصري وعاوز يشتري عربية مستعملة طبعا 4 سلندر تكون أوتوماتيك وفيها تكييف. الفيديو عشان مدته كبيرة اضطريت ان انا اقسمه لفيديوهات صغيرة مدتها ما تعديش 10 دقايق علشان الناس بتزهق من الفيديوهات الطويلة. سلسلة الفيديوهات مترتبة حسب السعر من الأقل إلى الأعلى، والسعر طبعا بيبدأ من 50 ألف ينتهي في 100 ألف جنيه. هلم فيها كل انواع السيارات الموجوده في السوق المصري اللي بينطبق عليها شرط السعر والاوتوماتيك والتكييف والمحرك الاربع سلندر. هنشوف عربيات كتير جدا، منها المناسب ومنها الغير مناسب. كل عربيه هنتكلم عن مواصفاتها وعن سعرها، تاريخ تسجيل الفيديو، وعن مميزاتها وعيوبها ورايي الشخصي في العربيه. وفي اخر فيديو هقول الخلاصه او الزتونه زي ما بيقولوا، وهي العربيات اللي فعلا تستاهل سعرها ويمكن الاعتماد عليها ومشاكلها قليلة. لو عجبك الفيديو حاسس اني اضفت لك معلومة، ولو صغيرة ممكن تدوس لايك وشير للفيديو، يمكن حد يستفيد منه، وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تجيلك كل الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. اول عربية معانا الدايهاتسو شارد موديلات 91 و92 و93، ودي من العربيات المظلومة في مصر. سعرها بيتراوح ما بين 45 إلى 50 ألف جنيه حسب الحالة. بتنزل بنوعين من المحركات، النوع الأول 3 سلندر سعة 1000 سي سي بقوة 47 حصان وسرعة قصوى 140 كيلومتر في الساعة، والتاني محرك 4 سلندر سعة 1300 سي سي بقوة 52 حصان وسرعة قصوى 160 كيلومتر في الساعة، وفي منها مانيوال 5 سرعات وفي منها أوتوماتيك. العربية واطية حبتين لكن عربية ممتازة ناعمة وصالونها معقول. مشكلتها ان التكييف بيأثر في ادائها بصورة كبيرة، بس لو تعرف تلاقي طبعا الاربع سلندر منها ال 1300 سي سي وتكون حالتها كويسة يبقى احسن. بتوفر في البنزين بشكل رهيب، وقطع غيارها رخيصة وموجودة، وطبعا معمرة علشان ياباني وده الاهم. اعطال العربية بسيطة وعادية، اللي هي الصيانات الدورية لاي عربية. برغم انها 1000 سي سي الا انها صاروخ على الطريق. تكييفها ممتاز كاي تكييف ياباني، صالونها واسع جدا اوسع من صالون الشارد الجديده. العربيه مش بتسخن نهائي، الموتور صوته واطي زي العربيات الجديده. ناعمه جدا في السواقه، عيبها انها قريبه من الارض وعفشتها ضعيفه، وطبعا عيب التقادم لان موديلاتها قديمه شويه وماشيه بقالها 30 سنه في شوارع مصر. مشكله طبعا اعاده البيع لانها مش مطلوبه وتقيله في بيعها. تاني عربيه معانا الدايوس بيرو موديل 94 95 96، ودي سعرها بيتراوح ما بين 45 الى 50 الف جنيه وطبعا حسب الحاله. الدايوس بيرو 94 هي عربيه الماني تحت مسمى كوري، حسب ان شركه دايو كانت تابعه في بدايه الامر لشركه جنرال موتورز، وبدا التعاون من عام 1990 حتى عام 1994. ونلاحظ انه في شعار السياره السبيرو 94 وما قبلها لم تظهر علامه الدايو المتعارف عليها، ولكن ظهر شعار الهواء، وذلك لان الانتاج تم ما بين جنرال موتورز ودايو، حتى تصميم الماكينه والجير بوكس متماثلين للاوبل فيكترا. بعد عام 94 انفصلت الشركتين واستقلت شركه دايو لوحدها عن جنرال موتورز، وبدات من هنا المشاكل من العربية سبيرو موديل 95. وظهرت مشاكل كتير جدا، حتى شركة دايو اعترفت بانها ظهرت مشاكل بموديل 95، ولكن طبعا بعد فوات الاوان بدأت سمعة سبيرو تاخد طريقها للانهيار. ورغم ان موديل 94 وما قبلها الماني واثبت كفاءته، ولكن الحسنة تخص وسيئة تعم. ودلوقتي تم الرجوع طبعا دايو الى الشركة الام جنرال موتورز. وعموما هي سيارة جميلة مريحة، فيها جميع الكماليات، واسعة جدا من الداخل، ثابتة على الطريق لحد سرعة 180 كيلو. سيارة كتصميم يضاهي جميع التصميمات الحديثة، بل وما زال يفوقه من ناحية الانسيابية والشكل الرياضي. عيب العربية دي عدم توفر قطع الغيار، يعني هتتفسح شوية عبال ما تلاقي قطع غيار، واللي عنده قطع غيار طبعا عارف انها عزيزة وبيغلي السعر، وخصوصا قطع غيار البودي، لانك ممكن توفق باقي قطع الغيار بالنسبة للمحرك والعفش علشان نصها اوبل والنص التاني نوبيرا على لانوس. وبالنسبة لأماكن بيع قطع غيارها، في عين شمس شارع إبراهيم عبرازق محل اسمه أحمد محرم، قطع غيار رخيصة جدا برضو متوفرة في محل اسمه شرقاوي في جسر السويس، ومحل سرور في جسر السويس عماير الميرلاند بجوار الجوخ للدراجات. أما بالنسبة للإكسسوار زي الفوانيس وما شابه ذلك، وحتى الحاجات دي كلها موجودة برضو جديدة في التوفيقية وشارع دمشق بمصر الجديدة، واستيراد في الحرفيين. وعلى فكرة قطع غيارها أرخص من اللانوس في الإكسسوار. العربية جميلة جدا وثابتة واقتصادية، الموتور والفتيس ممتازين، الأوتوماتيك بتاعها ممتاز لأنه زي بتاع الأوبل، واسعة جدا من جوه وشنطتها كبيرة ومحركها قوي 1600 سي سي.
واعطالها قليله. لكن طبعا عيب التقادم لانها موديلات التسعينات، فهتلاقي كل السيارات المعروضه للبيع حالتها سيئه. عيبها الثاني طبعا في سعر اعاده البيع، لان العربيه دي مش مطلوبه وتقيله في بيعها. ثالث عربيه معانا الهيونداي اكسل موديل 96، سعرها بيتراوح بين 40 الى 50 الف جنيه حسب الحاله. بدأ إنتاج موديلات الهيونداي إكسيل بداية من عام 1989 واستمر حتى 1995، ده بالنسبة للاستيراد من الخارج، ومن 96 المصري. العربية شكلها حديث وانسيابي، نزل منها السيدان والهاتشباك، فيها نوع بمحرك 1500 سي سي كاربريتير للنسخ المصرية وإنجكشن للنسخ الاستيراد، وفي 1300 سي سي كاربريتير. المهم العربية بتتميز بسهولة إصلاح المحرك الكاربريتير، وكل الميكانيكية بيشتغلوا فيها. عربية موفرة في استهلاك البنزين وبتاخد بنزين 80، منها موديلات مصري وخليجي، وبالتأكيد نسخ الخليجي طبعا أفضل من المصري من حيث التجهيزات. بتتمتع العربية بنعومة المحرك اللي بيعتبر هادي إلى حد ما، المحرك سهل للعثور على أجزائه خاصة الأصلية الكوري. السيارة مناسبة ومريحة في حركتها وناعمة بإجماع ملاك السيارة. بتتوفر السيارة بنقل مانيوال 4 سرعات ومانيوال 5 سرعات، وده الاكثر انتشارا. في نسخ اكسل اللي هي 1300 و1500 برضه في تيس اوتوماتيك 4 سرعات، بس ده عيوبه واعطاله كتير. العربيه واسعه وعائليه، فيها عجله قياده مرنه، الكراسي الخلفيه مريحه وفيها اتساع مناسب للجالسين في الخلف. بيتميز الجزء الداخلي في السياره بتوفر تجهيزات كتير من العربيات الزيرو اللي موجوده حاليا، سنتر لوك، ازاز كهرباء، فتحه التانك والشنطه الخلفيه من الداخل. ده في النسخ اللي بمحرك 1500 سي سي. بالنسبه للنسخ اللي بمحرك 1300 سي سي ما فيهاش نفس التجهيزات السابقه. بتتوفر قطع غيار رخيصه ومعمره ومنتشره الى حد ما. تتميز العربيه بعفشه بسيطه واجزائها محدوده. يعيب العربيه ان قوه التحمل فيها ضعيفه خاصه في المطبات، كما انها عموما ضعيفه من حيث البودي ومنخفضه وقريبه من الارض، وبالتالي بتعاني بشده من المطبات. وعفشه العربيه مرنه لكنها ضعيفة وبتحتاج باستمرار تربيط وظبط زوايا خاصة في الطرق المصرية المتهالكة دلوقتي. بتشمل عجلة قيادة باور. العزل في العربية سيء وبتحس بصوت الموتور وصوت الضوضاء الخارجية. الشاسيه ضعيف ومصنع من العلب الفارغة، ممكن يتعرض للكسر والشرخ وبالتحديد عند المنطقة بتاعة المساعد. وفي ناس بتتغلب على الموضوع ده بلحام أعمدة حديد في الشاسيه. لكن اللي بيأثر على سعرها إن هيكلها طبعا الخارجي ضعيف، الصاج عليه شكاوي كتير جدا خاصة الكبوت، وخاصة لو كانت العربية حالتها أصلا سيئة. ولكنها في النهاية سيارة عملية وجيدة خاصة لمن يشتري سيارة لأول مرة. بتتميز بسهولة القيادة، كما أن تكييفها جيد جدا، إضاءتها جيدة، وبتتمتع باتساع ورحابة، وهي مميزات بتجعلها مطلوبة وعليها إقبال. وبالتالي رغم مشكلاتها الكتير وعيوبها فبيسهل بيعها بسبب توفيرها في الوقود وعمليتها وسعرها المناسب، اللي بيخلي دايما كل واحد بيفكر يشتري عربية يبدأ بيها حياته يفضلها عن عربيات كتير جدا زي الشاهين أو اللادا. هنقفل الفيديو علشان ما يطولش أكتر من كده، وأشوفكم على خير إن شاء الله في باقي الأجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.